وخجلي إذ مضى عمري دون وفائي بعهود المصطفى وتمادت أدوائي. هل في الباقي الرجاء أحظى عقد لوائي في خدمتي من سنتي بعد الهجر الصفا. شرفت فيك الربا سبحات الأفلاك سحر نسيم الصبا مجلاه محياك. رحمة من قد كبا ربك قد ناداك أترى أسقى غدا عند الحوض يداك. أترى أسقى غدا عند الحوض يداك. ونجاتي برضا لخفقت مهجتي إن يوما أنسى. لخفقت مهجتي إن يوما أنسى. مشاهدين أهلا بكم مرة تانية وحديثنا في فقرتنا عن خلق الرضا. إيه هو خلق الرضا ده وإزاي نرضى عن نفسنا ونرضى عن ربنا وإيه علامات رضا ربنا سبحانه وتعالى عننا؟ ده اللي هنتكلم فيه مع ضيفتنا اللي بيشرفونا في الاستوديو أستاذة جيهان عقل الداعية الإسلامية. ورحب بيكي معنا. أهلا بيك يا تسليم. أهلا بيكي. إحنا النهاردة بنتكلم يمكن في خلق من أفضل الأخلاق على الإطلاق وخلق بيؤدي بالإنسان للسلام النفسي وللراحة النفسية وبيحسسه بقبوله لكل شيء حواليه سواء كان باختياره أو حتى بقدر ربنا سبحانه وتعالى ليه أولا وأخيرا. نعم. فالأول خلينا نعرف مع حضرتك خلق الرضا ونقول إيه هو خلق الرضا ده. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي يعطي ويمنع ويخفض ويرفع وينفع ويضر وينفع. الحمد لله الذي يكور النهار على الليل ويكور الليل على النهار ويعلم الأسرار ويقبل الأعذار وكل شيء عنده بمقدار. وصلاة وسلاما على خير الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الرضا هو من الصفات العظيمة اللي بيتخلق بها بيجد السعادة في الدنيا والنعيم في الآخرة. صحيح. الرضا ثمرة من ثمرات محبة الله سبحانه وتعالى والقرب منه. وهو من مقامات المقربين المتقين. وهو سبحان الله باب الله الأعظم. واللي بيتخلق بهذا الخلق بيجد زي ما قلنا سعادة وراحة وطمأنينة إن هو راضي. والعلماء لما عرفوا الرضا قالوا هو رضا الله عن العبد ورضا العبد عن الله. زي رضا الله عن العبد إن الله سبحانه وتعالى يجد العبد دائما فيما مؤتمر بأمره. في مقام الطاعة لله سبحانه وتعالى مؤتمر بأمره
منتهٍ عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فطبعا اللي هيكون مؤتمر بأمر الله ومنتهي عما نهى الله عنه استحق رضا الله سبحانه وتعالى. وأن يرضى العبد عن الله سبحانه وتعالى إنه يرى في كل ما قدر الله سبحانه وتعالى عليه عين الخير. دي مش سهلة أبدا. أبدا طبعا ده أمر شق ومحتاج مجاهدة للنفس، إن أنت ترى في كل ما قدر الله لك هو أحسن من اختيارك لنفسك. اختيار الله لي أحسن دايما من اختيار النفس. الإنسان بيجتهد وما قسمه الله لي هو خير مما تمنيته لنفسي. والعلماء برضو لما عرفوا الرضا قالوا هو سكون القلب إلى قضاء الرب. شوف المعنى الراقي الجميل ده، يعني القلب مطمن لكل حاجة ربنا سبحانه وتعالى. سبحان الله ولله المثل الأعلى. شوف الطفل كده الصغير ده لما بيفضل أي حد يشيله يبكي 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 لغاية ما يأتي في صدر أمه فيسكن ساعات مجرد ما يدخل الأوضة، نعم يشعر بالراحة. أهو الإنسان بقى الراضي ده حاسس إن هو بين يدي الله سبحانه وتعالى يسكن قلبه. مهما أعطاه الله، مهما قدر عليه الله سبحانه وتعالى، يشعر بالرضا والسكينة والطمأنينة. وقالوا أيضا هو دي بقى مقام أعلى شوية. أيوة. قالوا هو سرور القلب بمر القضاء. تخيلي يعني هو في ابتلاء في مر القضاء، يعني في قضاء صعب قدر على الإنسان ده ومع ذلك قلبه مسرور، لأنه يرى في ذلك حكمة لله سبحانه وتعالى قد لا يراها الآن، لكن هو يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. مش ليه يا رب بتعمل فيا كده؟ نعم. ليه يا رب أنا بالذات دولا عن بقيت عبيدك وليه يا رب قدرك كده عليا؟ اللي هو ارتفاع الجزع عن الحكم مهما كان. إن الإنسان ما يكونش زي ما ربنا سبحانه وتعالى ما وصف الإنسان، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا، بيجزع على طول. لكن الإنسان الراضي ده لا يجزع أبدا، ويجد بيقول لك ارتفاع الجزع مش موجود أصلا عنده كلمة الجزع دي والسخط على قدر الله عن الحكم مهما كان. عشان كده بيقول الصبر عند الصدمة الأولى. نعم نعم صحيح. الصبر عند الصدمة الأولى، إن دي لحظة الابتلاء الحقيقي. مش ساعة ما تنزل عليه المصيبة يقول بقى ما بداله ومش عارفة إيه وشمعنا إحنا يا رب وكذا وكذا وكذا، وبعدين الآخر يجي يقول لك إيه إنا لله وإنا إليه راجعون. إحنا أين الرضا؟ الرضا بيكون علامته ظاهرة من زي ما قلت لك سرور القلب وسكون القلب إلى قضاء الرب. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث لأبي هريرة قال اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. فعلا احنا بنلاحظ الإنسان الراضي ده هو عارفة بيجعل في المجتمع حالة من الحالات اللي هي ايه، لا حقد ولا بغضاء ولا ضغينة على حد، قلبه صافي. ليه؟ لأنه شايف ان هي دي اسمته، والتاني اللي ربنا قسم له خير يعني أحسن منه في شيء ربنا ابتلاه في شيء آخر، لأنه عنده يقين أن الله عدل وأن ربنا سبحانه وتعالى سوى الأقسام والأرزاق بين العباد. حاشا لله أن يكون ظالم أو يعطي أحد ويحرم حد أبدا. أنت بتبص كده بس بالعين المجردة تقولي آه ده فلان معاه وأنا مش معاه، لكن فلان ربنا ابتلاه بشيء آخر ما مش ابتلاكي بيه. قد لا تصبر على ابتلاءه، ولكن صحيح قدر ربنا ليك هو ده الخير ليك. نعم. هو ده اللي تقدر تصبر عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لغيرك تكن مسلما. فشوفي قد إيه الرضا ده بيكون سبب من أسباب السكينة والرضا في النفس. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. ربنا عافينا. فربنا يعافينا يا رب من أن نكون من الساخطين على القضاء إلى وقته. وهنا بقى من رضي فله الرضا. نعم. ومن سخط فله السخط. نعم. المفروض الإنسان المسلم يرضى إزاي، ويرضى قبل ما يرضى إزاي، يرضى بإيه أصلا؟ تمام، بماذا نرضى؟ طيب الرضا هنا هنقسمه ثلاث حاجات. الحالة الأولى إن أنا أرضى عما أمرني الله سبحانه وتعالى به. يعني ربنا سبحانه وتعالى أمرني بالصلاة، أمرني بالزكاة، أمرني بالصيام، بالحج، المرأة بالحجاب والتستر والحشمة، الرجل بغض البصر، كل الأوامر ربنا سبحانه وتعالى أمرني بها دي أكون فيها من يعني من على درجة عالية من السمع والطاعة.
دي درجة الرضا. إنما النهاردة لما تيجي تبص كده للشباب اللي بيقعد يجادل إشمعنى وليه، يعني إذا صلوا خدوا إيه؟ ما إحنا دعينا كتير ما ربنا مش استجاب لينا. فلانة تقول لك لا لما اقتنع بالحجاب هبقى ساعتها أبدأ ألبس الحجاب. فدي يعني هنا في عدم رضا عن الله سبحانه وتعالى، عدم رضا عن أوامر الله سبحانه وتعالى. المفروض إن الإنسان، إحنا قلنا في البداية إن الرضا درجة من درجات المحبة. فالإنسان لما بيحب الله سبحانه وتعالى بيرضى بقضائه ويرضى بأوامره وينتهي عما نهى عنه، زي ما القرآن وصفهم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم، ده كمان في القضاء انت، لكن اللي إحنا بنتكلم فيه أوامر الله سبحانه وتعالى لينا. فالطاعة دايما مصحوبة بالرضا. شوفي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رباهم الرسول صلى الله عليه وسلم على درجة من محبة الله، يعني درجة عالية من المحبة، وصلت إن هو يا رسول الله ربنا أمرنا بإيه؟ أعملوا كذا سمعا وطاعة. العرب كانوا بيشربوا الخمر، وكان الخمر ده أمر محبب لنفسهم. فلما تيجي الواحد شارب الخمر في يوم وليلة، وطبعا الإسلام تدرج في تحريم الخمر، لكن في اللحظة الأخيرة جاء وقال إيه؟ حرم عليكم الخمر. نادى منادي في المدينة يا أهل المدينة حرم عليكم الخمر. شوفي المسارعة اللي هو بقى حسن السمع والطاعة، حسن السمع والطاعة، مش سمع وطاعة بس، بل حسن السمع والطاعة، إتقان والرضا عن قضاء الله سبحانه وتعالى. إن هو الواحد فيهم اللي كان على فمه الكاس يكبه، واللي كان في بقه الخمر يتفه، واللي كان نزل في معدته يضع إصبعه في فمه لكي يتقي. ويلك امتلأ الطرقات المدينة. نعم. سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان عنده يعني قافلة تجارية خارجة كلها بالخمر كسرها كلها. نعم. النساء لما السيدة تقول، سيدة عائشة رضي الله عنها تقول رحم الله نساء الأنصار، ما أن نزل الأمر بالحجاب حتى قامت إحداهن إلى مرطها فشقته فاغتمر به. شوفي السرعة في تلبية أمر الله سبحانه وتعالى والرضا بقضاء الله. أنا راضية سواء عرفت الحكمة، دي نقطة مهمة. ساعات بعض الناس يقولك إيه؟ لا لما نعرف الحكمة من الموضوع ده إيه الأول. أيوة. دي هيودينا بقى لنقطة تانية برضو من الرضا، الرضا عما نهى الله عنه. يعني أنا راضية منتهية تماما عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، وقلبي راضي بذلك، مش عندي سخط على طب ليه أصل الحاجة دي أنا بحبها. لا مش عندي. طب هل لو سألت عشان أعرف الحكمة؟ نعم. يبقى أنا كده مش راضية؟ لا أبدا. إحنا بنقول المسلم ربنا سبحانه وتعالى أمرنا دايما إحنا نتفكر ونعقل ونتدبر الأمور، لكن افرض إن أنا ما توصلتش للحكمة. يعني إحنا النهاردة عرفنا إن أضرار الخمر بينه بيفتت الكبد بيعمل كذا، أضرار مش عارفة التدخين كذا كذا، عرفنا الكثير من الآيات والعلامات اللي بتزيدنا يقينا إن إسلامنا ده هو الحق. لكن صحابة رسول الله أطاعوا من غير أن يعرفوا الحكمة من الأمر. فدي درجة. هل يستهون؟ لا طبعا. هو أنا ممكن أبحث عن الحكمة، لكن لو لم أستدل لها اقول لا انا ما عملتش حاجه الا لما اقتنع. ابدا. وده اللي بنسمعه في الحجاب دلوقتي يا استاذه جيهان، وكتير من الحجاب ومعظم الطاعات النهارده للاسف. فا ايه الحكمه اننا نفضل طول النهار مش بناكل ولا نشرب؟ ايه يعني إيه يا ربنا سبحانه وتعالى، تعالى الله سبحانه وتعالى ليه قدر علينا ذلك؟ هي اقدار سيدنا عمر بن الخطاب. شوفي الطاعه المبصره. سيدنا عمر بن الخطاب لما ذهب للحج وقف امام الحجر الاسود قال له والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله قبلك ما قبلتك. يبقى هو عمل الأمر ده إيه؟ امتثالا وطاعة لله ورضا لقضاء الله. بيفكر هو. نعم هو بيفكر، هو عارف إن ده حجر لا ينفع ولا يضر. إحنا لما بنروح الحج نقبل الحجر الأسود ونرجم الجمرات، طب ما ده حجر وده حجر، إيه الفرق؟ ولكن هنا المسلم عنده حالة استسلام لله سبحانه وتعالى في كل أوامر ونهي. أيضا إحنا قلنا كده الرضا عن أوامر ربنا سبحانه وتعالى والرضا عن النواهي أيضا من الأشياء الرضا في قضاء الله وقدره. ودي يعني أمر مهم جدا، إن العلماء قالوا إن الإنسان يرضى بقضاء الله، وقال لا يرفع قضاء حتى يرضى به. شوفي المعنى ده، لا يرفع قضاء في الابتلاء حتى يرضى به. عايزين نفسر المعنى ده. يعني انا ارضى بقضاء الله. انا عايزه اقول لك هنا على موقف يعني حكي لي من بعض الناس المقربين ليا واحنا في مصر. كان بعض الناس انت عارفه اخواننا الطيبين الصالحين المصلحين
اللي كانوا دايما الفجر زوار الفجر كانوا يروحوا بقى يلفوا في البيوت ويبداوا كده يعتقلوا الناس من غير جريده ولا جريمه. لسه امبارح 13 بنت اهو، مش يعني بنقول رجاله، بنقول ستات اهو. ده الالم اللي في قلبي حقا يعني. فكان اخين من اخواننا الافاضل رايحين على البيوت، فهم طلعوا بسرعه وقعدوا في بعض الحقول الزراعيه في جوف الليل قبل الفجر، والدنيا كانت في الشتاء، كان برد شديد جدا. يا الله. وهم من سرعه خروجهم مش قدروا حتى ان هم يعني يطلعوا على انفسهم في الملابس. فجالسين كده، فواحد بيقول لاخوه تفتكر ربنا شايفنا وشايف اللي احنا فيه ده؟ فقال له اتق الله، ربنا شايفنا وعالم باللي احنا فيه. فقال يا رب ان كنت رضيت باللي احنا فيه ده احنا راضين يا رب، يا رب ان كنت رضيت باللي احنا فيه ده احنا راضين يا رب. فحسبونا الله ونعم الوكيل على يعني ربنا سبحانه وتعالى بيبتلي المسلم في الدنيا عشان يرفع درجاته. فكرتيني بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو مع سيدنا ابو بكر في الغار، انا لسه وقال له فما بالك باثنين الله ثالثهما. فربنا بيقول لك يبتلي المسلم في الدنيا يرفع درجاته ويملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلت. الظالم مش يفتكر ان هو قاعد يظلم في الناس وتجبر. لما بنات يعني احنا امبارح الواحد قلبه والله كاد ان هو ينفطر من حزننا على بنات لسه يعني في زهره شبابهم وهم مبتلين اصلا، اللي ابتليت بفقد ابوها واللي ابتليت بقتل زوجها تصفيه وقتل ابوها واعتقال اخوها واهلها. بناتنا دول يعتقلوا ويرموا في السجون ليه؟ لاي جريمه. 13 بنت بعد ما خرجوا يعني حتى بعد ما خرجوا من المعتقل وكانوا بيحضروا على حين غرة كده اتاخدوا كلهم وكلهم اتجدد لهم حبس يوم 30 أغسطس يعني بعد شهر. في منهم واحدة معتقلة هي واختها وعندها طفلين، طفل في الروضة وطفلة أو طفلة في الروضة وطفل تاني لسه رضيع. حسبنا الله. والله والله ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. فعلا والله ويل له يعني يمهل ولا يهمل. نعم. ولكن احنا لينا في رسولنا صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة. رسولنا صلى الله عليه وسلم ابتلي وطرده أهله من بلدي وأخرجوه، وكل الابتلاءات اللي احنا مرينا بها مر بها صلى الله عليه وسلم. ويقيننا أن الله سبحانه وتعالى لن يضيع أجر الصابرين العاملين بإذن الله. طيب أنا عايزة بس نستعرض أسمائهم، خلي الناس تعرفهم. نعم. نعم. بعد إذنك إذن حضرتك. أي عمر 19 سنة يعني لسه حبيبتي بنوتة صغيرة في كلية التجارة في الفرقة الثانية. وفي حبيبة شتا 29 سنة وبرضه صغير. مريم تركي 29 سنة حافظة للقرآن الكريم ومقيمة في قرية البصرطة. وإحنا عارفين الناس بتوع القرى بيبقوا كلهم ناس مسلمة يعني وطبيعتهم طبيعة نقية صافية، ما لهمش لا في تخريب ولا لهم في دمار ولا أعتقد إنها تبقى عملت أي جرمة تستدعي. وإنت تتعجبي لما تعرفي إن تهم البنات مش عارفة حمل سلاح وقطع طريق. بقول لك بأي عقل. فين نخوة الرجال؟ ازاي ده ابو جهل لما ضرب السيده اسماء خاف ان هو يعير بها بين العرب. دول لا يخشوا في الله لومة لائم. والله العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل. لا يخشى الله اصلا. مريم تركي بقى والدها معتقل. نعم. واخوها معتقل وزوجها مطارد ومحكوم عليه بالمؤبد وعنده إصابة أصلا من مجزرة البصرطة اللي كانت معمولة من فترة يعني مش فترة طويلة. نعم. فاطمة عياد 24 سنة في كلية الدراسات الإسلامية. نعم. ومن قرية برضو. فاطمة ترك 20 سنة طالبة في كلية التربية وبرضو من قرية البصرطة. والدها وأخوها وأخوها الثاني وأختها وخطيبها كل دول معتقلين من أسرة واحدة. خلود السيد الفلاحجي 20 سنة في كلية فنون تطبيقية. عمها الشهيد نائب مجلس الشعب رحمة الله عليه محمد الفلاحجي ووالدها كمان مطارد. سارة رمضان 21 سنة في كلية تربية نوعية. وإسراء عبدو فرحات 18 سنة. كلهم ما فيش واحدة فيهم تخطط الثلاثين حتى. بنات في يعني زهرة شبابهم لسه يا حبيبي واللي يدمي القلب. انت خلصتي الاسماء. انا هقول لك بقيه الاسماء من باب حفظ لحقوقهم. نعم. يعني نعم. روضه سمير خاطر 18 سنه. ساره حمدي 19 سنه في كليه فنون تطبيقيه. كلهم تم اعتقالهم اول مره كان في 5/5/2015، رجع التجديد ليهم في 2016 وخرجوا بعدها. وكل مره كانوا بيروحوا يحضروا في المحكمه لحد ما امبارح رفضوا يخرجوهم تاني اخلاء سبيل لحد ميعاد الحكم او المحكمه اللي بعده او العرض اللي بعده. حسبنا الله ونعم الوكيل. انا بس عايزه اقول يا تسنيم ان الناس اللي تعبها غلى البنزين وارتفاع الاسعار وما ادمش قلبها الدماء اللي سالت على الارض، ولا البنات اللي بتنام واطفالهم اللي لسه مولودين بره، يعني صراحه دول ناس ماتت ضمائرهم والله ماتت ارواحهم.
والله مش هيشوفوا خير ابدا، لان الظلم ظلمات. والانسان اللي بيرضى عن الظلم يتوقع انه هو هيطال وهينال وهيشوف اشوف اولاده. ويعني مش كنا نستنكر الظلم البين ده، هنستنكر ايه؟ ان مش كنا نستنكر قتل النفس، هنستنكر ايه؟ ايه اللي لسه بقى اليوم اللي قبل، اليوم اللي قبله الام، تخيلي كده كلنا نبقى يعني ربنا يحطه على الجبل الجبرت شهيد واعتقلوه. يعني انا مش متخيله ده عدموه بدون انتظار اي حد ولا اعلام حد، واثار الحبل، ومره يقولوا طلع اهمال طبي، ومره حسبونا الله ونعم الوكيل فيهم والله. لكن دماء شبابنا دي هتكون نار ولعنه على كل ساكت، مش اللي قتل بس، ده اللي ايده واللي فوضه واللي سكت على الظلم، مش استنكره ولو حتى بقلب. اللي يعني الظلم هيطالهم جميعا، وعذاب الله سبحانه وتعالى هيطالهم جميعا. ربنا سبحانه وتعالى لما اخذ فرعون، لما علا في الارض وجعل اهلها شيعا، يستضعف طائفه منهم، واللي سكت ربنا سبحانه وتعالى ما اخذ فرعون، ما اخذش فرعون بس، خد فرعون وجنوده وجنودهما. نعم، حسبي الله ونعم الوكيل. وبما اننا بنتكلم عن الرضا بقضاء الله وقدره، نعم. احنا شفنا فيديو يمكن كان نازل على السوشيال ميديا لام عبد الرحمن الجبرتي وهي بتستقبل الجثه بتاعته، نعم. وعماله تستقبلها بالزغاريت، نعم. والحقيقه ده حاجه تقشعر الجسم والله، لان احنا المشاهد دي كنا بنشوفها زمان في فلسطين لو حضرتك، نعم. تفتكري، نعم. وكنا بنقعد نقول ياه ازاي وصلوا لمرحله الرضا العالي قوي ده بقضاء الله وقدره، نعم. وده قمه الرضا بقضاء الله وقدره، نعم. ابنها يبقى شهيد وهي بتزغرف من فرحتها انه شهيد عند الله سبحانه وتعالى، برغم ان في الم فراق اي ام هتبقى عارفاه كويس أكيد قوي. اكيد سبحان الله. شوفي بقى دي درجه العاليه من الرضا، ان الانسان في يعني هو بياخد بالاسباب، ولكن في الحاجه اللي مش ليه فيها يد ولا يقدر ان هو يغيرها يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى. واظن ان كل ام وكل زوجه ربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم وعظم اجرهم ان يكون في بيتهم شهيد، دول على خير. احنا بنغبطهم عليه والله، والله احنا بنغبطهم عليه، وندعو الله سبحانه وتعالى ان هم يتلقوا قضاء الله بالسكينه والرضا، ويكون فعلا يشعروا بمعنى الرضا زي ما قلنا، سكون القلب الى قضاء الرب. يا رب. معنا الصور بتاعت البنات دمياط، ال 13 بنت اللي تم تجديد الحبس ليهم امبارح، وتم عرضهم يوم 30 اغسطس. هيعرض بعده ان شاء الله الفيديو بتاع عبد الرحمن الجبرتي، بما اننا بنتكلم عن الرضا بقضاء الله وقدر، وربنا سبحانه وتعالى كبير وقادر ان هو يطبطب على القلوب ويرضي قلب كل ام وكل زوجة وكل زوج وكل ابن حرم من ابوه او من امه ظلم وبهتان، لانه بس بيقول كلمه الحق. ذنبه ايه الطفل ده؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. ان شاء الله ربنا هيعوضهم عن كل دوت بركه في اولادهم، وقره عين، يجعلهم قره عين ليهم، ورضا في انفسهم، واجر عظيم في الدنيا والاخره باذن الله. ان شاء الله. بما اننا بنتكلم برضو على الرضا، قد يقول البعض ان الرضا معناه ان انا خلاص انا مثلا اتخذت بنتي، تم التحفظ عليها، اتخذ زوجي، اتخذ ابويا، ان انا خلاص بقى ابقى اقعد كده واقعد بس ادعي ربنا وخلاص وما اخدش بالاسباب، او ان انا لو وضعي مثلا وضعي بسيط او حاجه وعايزه اطور من نفسي، لا ما اعملش كل ده، لان انا كده مش هبقى برضى بقضاء الله او برضى بتقسيمات ربنا سبحانه وتعالى ليا في الدنيا. هل ده معناه انه الانسان ما ياخدش بالاسباب عشان يبقى راضي؟ لا طبعا. الرضا فرق كبير جدا بين الرضا والاستسلام. الرضا ان انا ارضى بقضاء الله سبحانه وتعالى بعد الاخذ بالاسباب، انما الاستسلام زي ما انت قلتي ان انا اقول لا ده هو ده اللي ربنا كتبه عليا واستسلم للامر وخلاص واقعد. لكن الرضا ان انا اخذ بالاسباب واسعى وابذل الجهد، يعني بذل الجهد على قدر المستطاع للوصول للهدف، بعد كده ما قدره الله سبحانه وتعالى لي ارضى به بقلبي ويكون عندي يقين ان هو ده الخير. زي ايه مثلا؟ زي لما انسان كتب عليه الفقر، لكن هو بيبذل جهده، بيسعى، بيخرج، بيحاول ان هو يغير هذا الحال، ولكن ربنا سبحانه وتعالى قسم له في الرزق قدر معين، فلما وصل رزقه ما غيرش حاله، تمام؟ ساعتها خلاص بقى ارضى بقضاء الله سبحانه وتعالى ليه. ايضا انسان مثلا مريض، خد بالاسباب وذهب الى الطبيب عشان ياخذ العلاج ويبذل الجهد، بعد ما خد بالاسباب دي ربنا كتب عليه ان الابتلاء ده يطول فتره، فهو رضي بقضاء الله سبحانه وتعالى. فالرضا هنا بيكون حاله من حالات
السكينة اللي تذهب ألم النفس والسعادة اللي بتذهب يعني ايه عارفة الضجر اللي بيكون من احيانا من المصيبة. الرضا بيذهب ذلك ويخفف وطئة المصيبة. الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فالأمر دوت بيهدأ في النفس. سبحان الله أيضا لما أكون عارفة كده ربنا قال في الحديث القدسي ومن عبادي من لا يصلح حاله لا يصلح حاله إلا الفقر فإذا أغنيته فسد حاله، ومن عبادي من لا يصلح حاله إلا الغنى فإذا أفقرته فسد حاله، ومن عبادي من لا يصلح حاله إلا المرض فإذا أصححته فسد حاله. فشوفي ربنا سبحانه وتعالى يعلم اللي ينفع لكل إنسان فينا. وزي ما قلنا الرضا بأن أقسام أقدار الله سبحانه وتعالى مقسومة بالعدل بيننا ومعلومة عند الله سبحانه وتعالى، وإن ربنا عدل مش هي يعني يفضل أحدنا على الآخر أبدا. فالأمر ده زي ما قلنا بقى بعد الأخذ بالأسباب يجعل الله سبحانه وتعالى في قلوبنا بقى الإيه السكينة. الرضا والسكينة بما قدر الله سبحانه وتعالى إيه لنا جميعا. نعم كان الفيديو اللي هيتعرض خلينا نشوفه معاكي، الفيديو اللي كنا لسه بنتكلم فيه على أم الشهيد عبد الرحمن الجبرتي وهي بتستقبل جثمان نعم. ابنها بالزغاريد، ونرجع نتكلم عن أثر الرضا. أكيد الأم دي راضية أكيد. وأكيد الولد ده نفسه الشهيد ده كان راضي، وأكيد العيلة دي عيلة راضية عشان كده بيستقبلوه بالاستقبال نعم. ده خلينا نشوفه ونرجع نشوف ثمرات الرضا. مرحب بك يا أستاذة جيهان معنا مرة تانية. بعد الفيديو ده يعني نعم. لما وصلنا للمرحلة دي من الرضا بكل رب. قضاء ربنا سبحانه وتعالى وقدره، وربنا يرضى عنا ويرضينا في الدنيا وفي الآخرة يا رب. يجعل كل أقداره وكل أحكامه وكل عباداته وكل نواهيه علينا كده شراب يعني بارد كده وجميل مرطب في يوم حار يعني أمين. اللهم أمين. ده خلينا نتكلم عن ثمرات الرضا وثمرات إحساس الإنسان ربنا سبحانه وتعالى راضي عنه، أن ربنا سبحانه وتعالى بيقدر له دايما الخير، وإيه فوائد إحساس الإنسان بالرضا. أنا بس لما بشوف المشهد ده يذكرني ببيت الشاعر: رضيت بما قسم الله لي وفوضت أمري إلى خالقي، كما أحسن الله فيما مضى كذلك يحسن فيما بقي. فعلا الرضا شعور كبير وعظيم، وهو جنة الدنيا فعلا. الإنسان اللي ربنا سبحانه وتعالى رزقه بالرضا هو ربنا من عليه بأنه يعيش في جنة الدنيا. من أول ثمرات الرضا يعني السعادة في الدنيا والفوز في الآخرة. إزاي بقى؟ زي ما احنا شفنا يعني شوفي أم لما تبتلى في أقرب ويعني أغلى حاجة على قلبها ابنها، شوفوا كده شهيد وحرمت والظلمة دول حسبنا الله ونعم الوكيل، حتى بيحرموا الأم من اللحظات الأخيرة. انت عارفة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي يعني ما الواحد يموت حتى أهله يودعوه، لكن الظلمة دول حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم حرموا الأم إنها حتى اللمسات الأخيرة. بيشترطوا على الأهل إن هم يخطوا من المشرحة إلى المدفن فورا، ولازم يدفن علشان يداروا أثر جريمتهم النكراء. فوالله ده من عظم أجرهم عند الله. يعني أنا شايفة أمهاتنا النهاردة وبناتنا اللي ابتلوا بهذا الابتلاء العظيم ربنا سبحانه وتعالى هيعلي قدرهم. وإحنا بنغبطهم بعد غياب يعني بعد غياب طويل، هو مش لسه زيارة لسه متخذ معاها، لا ده ده ده, ده بعد غياب كم سنة بعد عنها حرمان وحرمان من الزيارة
وهي هي هي بره وحاسه ان اللي جوه ده بيتعذب ومحروم من الاكل ومحروم من الغطاء ومحروم من اللبس. كل المشاعر دي بتبقى جوه قلب الام. فربنا يا رب يربط على قلوبهم، يا رب يربط على قلوبهم ويعوضهم خير ويجدوا لذه الرضا والسعاده على الصبر على قضاء الله سبحانه وتعالى في الدنيا قبل الاخره. هم ما شاء الله عليهم اقوياء وبيعلمونا وبيدونا نماذج في القوه وفي الصبر وفي الرضا. نعم. الحقيقه يضرب بها المثل وهتظل محطوطه كده شامخه زي ما بنقرا عن قصص الصالحات والصحابيات. نعم. من السلف الصالح. احنا برضو دلوقتي ما شاء الله نساء مصر ونساء سوريا بيسطروا نفس النماذج دي. صحيح. شوفي احنا قلنا السعاده في الدنيا، وشوفي بقى اللي بيصبرنا على بلاء الدنيا ايه، ان الدنيا قصيره مهما طالت. ولما تشوفي بقى تسمعي الايات كده وربنا سبحانه وتعالى بيذكرنا وبيقول لنا فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول ها اقرا كتابيه اني ظننت اني ملاق حسابيه فهو في عيشه راضيه في جنه عاليه قطوفها دانيه كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه. ده فعلا النعيم اللي احنا ساعه ما بنقرا الايات دي تنزل برد وسلام على قلوبنا وبتشعرنا ان احنا اصلا في دار ابتلاء لقمه الرضا. احنا في دار ابتلاء لازم نبتلى علشان نثبت. مش هيدخل الجنه كل واحد كده، لا، اللي هيثبت على الحق وهيدفع لدينه ودينه يكون عنده اغلى من اولاده واهله وماله ووطنه. انا عندي الدين هو اغلى حاجه. خنساء فلسطين لما ما شاء الله قدمت 4 شهداء وكانت بتلفهم زي ما احنا شفنا ام عبد الرحمن النهارده، فكانوا بيقولوا لها ازاي وصلت للدرجه دي؟ قالت لاني على يقين ان ديني اغلى من اولادي، ديني اغلى من اموالي، ديني اغلى منهم، اسلامي اغلى منهم، دفاعي عن عقيدتي اغلى منهم. انا جبتهم علشان اوصلهم للطريق ده، انا حطيت اقدامهم على طريق الجنه، هم سبقوني الى الجنه واني بهم لاحق ان شاء الله. فالفوز العظيم واستشعار ان احنا في دنيا قصيره مهما طالت بينا وهينتظرنا الثواب العظيم عند الله سبحانه وتعالى هو ده اللي بيخفف علينا وطئه المصيبه وبيورثنا الرضا في الدنيا. طيب ازاي بقى ايضا الانسان يرضى عن كل افعال ربنا سبحانه وتعالى ليه؟ نعم، ما انا بقول لك الرضا ده بيورث الانسان قلنا السعاده. ايضا فقد المراره على القضاء. بيخليه مش حاسس بصعوبة الابتلاء، بيشعروا بان ربنا هو في شيء هيكون خارج قضاء الله سبحانه وتعالى، بس ربنا بيبتلينا. يشوف بقى مين الظالم اللي هيقسمه الله سبحانه وتعالى ويشفي صدور قوم المؤمنين، ومين المؤمن اللي راضي فله الرضا. ربنا سبحانه وتعالى لما بيبتلي الانسان بيقول ابتليتك يا ابن ادم فان رضيت بقدري اعطيك على قدري. الله. يعني انت رضيت بالقضاء القدر اللي انا كتبته عليك، انا هديك على قدري بقى. شوفي مقام الله وقدر الله. ربنا بقى لما يعطي. نعم. كريم. نعم. ايضا الرضا بيورثنا حب الله سبحانه وتعالى. لان احنا قلنا هو ثمره من ثمرات الحب. والانسان لما بيحب الله بيرضى باي شيء ياتي من الله سبحانه وتعالى. ويجد فيما كتب الله له عين الخير، عين الخير. فما يحبش ان هو يختار لنفسه، بل يدعو الله سبحانه وتعالى انه يختار لي. وبينقي قلب الانسان من هوى، من الهوى، فلا يجتمع الرضا وهوى النفس في قلب ابدا، في قلب راضي. ايضا المعنى الرائع اللي حبيته في موضوع حب الله ده ان ربنا سبحانه وتعالى اوحى الى بعض انبيائه فقال يا عبدي اذا اوتيت رزقا مني فلا قلته ولكن انظر الى من اهداك اياه. واذا ابتليتك ببليه فلا تشكني الى خلقي فاني لا اشكوك الى ملائكتي وفضائحك ومساوئك صاعده الي. شوفي المعنى الرائع. احنا مجرد بس نبتلى ببليه اقعد اشوفي حصل لي ايه وجرالي ايه واشكي الله الى خلق الله، هم مش هيرفعوا عني شيء. لا اله الا الله. والله سبحانه وتعالى تصعد اليه ذنوبي كل يوم فلا يشكوني الى ملائكتي وهو اعلم بي من نفسي. مع ان قدر وابتلاء واللي انا عماله اشتكي للناس بيه هو خير ليا. نعم. لو في بصيره. المحبه بقى اللي هي محبه الله اللي هو زي ما وصل كده العباد الزهاد اللي قالوا ايه فليتك تحلو والحياه مريره وليتك ترضى والانام بضاب اذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. فعلا اذا
يعني ما فزناش من خلق الرضا إلا بمحبة الله والقرب من الله سبحانه وتعالى، ونستشعر درجة القرب دي والرضا مع الله سبحانه وتعالى، فقد فزنا فوزا عظيما. طيب احنا هنتكلم بقى عن ازاي نتخلق بخلق الرضا ده، لكن معنا فيديو بيتكلم عن الرضا، خلينا نشوفه مع حضرتك ومع كل مشاهدين، نرجع نواصل الكلام. التوتر، الاضطرابات النفسية، الخوف من المستقبل، ظواهر مرضية بارزة في هذا العصر، وقد احتواها على تنوع أسبابها ودوافعها علاج إسلامي شرعي. إنه الرضا، سكون القلب وراحته باختيار الله وقبول ما جاءت به الأقدار وما حكم به العزيز الغفار. فالمسلم الحق هو من يسلم أموره كلها ويجعلها خالصة لله تعالى. قيل ليحيى بن معاذ: متى يبلغ العبد الرضا؟ فقال: إذا أقام نفسه على أربعة أصول فيما يعامل به ربه، فيقول: إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن دعوتني أجبت. كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى رضي الله عنهما: أما بعد، فإن الخير كله في الرضا، فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر. وللرضا ثمرات وفوائد، منها محبة الله ورضاه، كمال الإيمان وحسن الإسلام، باب عظيم من أبواب الفوز بالجنة، مظهر من مظاهر صلاح العبد وتقواه، يكسب القلب طمأنينة وراحة نفسية، يجنب العبد الأزمات النفسية والقلق الزائد والتوتر. فإذا أراد العبد الكفاية والغنى فليطرح عنه رداء الطمع، وليتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. برحب بحضرتك مرة تانية، وخلينا نشكر كل الناس اللي متابعة معنا الحلقة على اللايف، سواء محمد رمضان الأحمر، عبد الرزاق القصاص، صالح شناوي، عبد النبي عبد العظيم، سارة، أو كمان معنا عاطف ومصطفى جمعة وعصام ومختار وسيد وغيرهم كثير. شكرا جزيلا لهم جميعا، لأن طبعا الوقت لا يتسع لشكرهم كلهم بالتفصيل. خلينا يعني نختم معاكي كده، بعد ما شفنا الفيديو يمكن بيلخص حاجات كثير من حاجة ذكرتيها، ربنا يكرمك، نختم بقصة كده لبعض الصحابة أو التابعين أو حتى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عن خلق الرضا، يمكن القصص كتيرة جدا جدا، ولكن احنا عايزين حاجة كده يعني ايه تطمئن كل قلب وتوصله لفكرة انه انا فعلا يا رب راضي عنك رضا كامل، فيا رب ارضى عني. انا يعني بدعو الله سبحانه وتعالى ان هو يرضينا، لكن يا رب صدقيني ان انا لما بحثت في قصص الصالحين طبعا اللي كانوا على درجة عالية جدا من الرضا وطمأنينة القلب والاستسلام لقضاء الله سبحانه وتعالى من غير تخاذل يعني، ولكن انا بشوف النهاردة نماذج بتذكرنا بأيام الصحابة فعلا، يعني فعلا النماذج اللي عايشة معانا بقى، انت عارفة الانسان ساعات بيتأثر بالقصص القديمة، ولكن لما تشوفي قدام عينيكي مشهد وقدوة لهذا الخلق، فعلا الواحد سبحان الله بيتأثر أكثر، بيكون يعني تأثره بالموقف أكثر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قصص الصالحين جمعني الله سبحانه وتعالى بامرأة من سوريا في أحد المستشفيات. الست كانت مريضة بالقلب، يمكن كنت كتبت قصتها، ولكن اللي لمسته فيها يعني تخيلي كده، هي كانت في المستشفى وكان مقدر لها عملية، وهي سبحان الله فقدت ثلاثة من أولادها في سوريا، وكان لها ثلاث بنات، أزواجهم هم الثلاثة ترملوا، أزواجهم استشهدوا في الحرب هناك. فيعني تخيلي ألم الأم دي، وهي كانت أم بقى يعني تجتهد لتربية أولادها، وليها بنت كانت توفيت في مصر. فاللي لمسته فيها موضوع الرضا ده، سبحان الله يعني تخيلي الست بتيجي تديها مثلا الكانولا، فبتفضل بقى تدور على عرق كده عقبال تتعبها شويه، فهي مع كل غزه تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا قلبي. قاعده النقط المحلول بتنزل، وهي قاعده ماسكه السبحه مع كل نقطه، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. ففعلا انا حسيت ان هي خطفت قلبي، حسيت ان هي اثرتني بالرضا اللي باين من الفاظها وباين من طمأنينة
طمأنينتها وعارفه الطمأنينه اللي على وجهها وش بتبان، الواحد بيبقى قاعد محرج مكسوف فعلا بيستشعر قد ايه. طب احنا شوفي نعم الله سبحانه وتعالى قد ايه علينا واحنا مقصرين. لما تصحى الصبح كده وتقول ايه، اصبحت لله ضيفا والله للضيف يغني، احسنت بالله ظني ان يكشف السوء عني، يا عالم السر مني لا تكشف السر عني. يا الله والله كانت الله. لما جت يوم العمليه وهي ماشيه داخله العمليه اول ما قامت قالت وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. الرضا ده يعني عارفه تحس ان هو غلف حياتها كلها. قالت اولادي استودعتهم عند الله سبحانه وتعالى، هو رب عظيم ويعلم اللي بي، انا ابتليت لكني راضيه، لما كنت هختار لنفسي غير اللي ربنا سبحانه وتعالى قدره لي وقسمه علي. ده مسك الختام، ربنا يرضى عنا ويرضينا. خلي دايما دعائنا اللهم انا رضينا بقضائك فرض عنا يا كريم. امين يا رب. اللهم اختر لنا ولا تخيرنا. امين. اللهم انا نسالك يا رب العالمين ان تفتح لنا ابواب الخير وتيسر لنا كل امر صعب وعسير، تجبر كسرنا وتتولى امرنا يا رب العالمين. اللهم امين يا رب. اللهم انا نسألك يعني المعافاة من كل بلية. ربنا يعني الواحد دايما يسأل ربنا المعافاة من كل بلية، ولكن إذا قدر الله لي فرضني يا رب، فرضني يا رب، فرضني بقضائك واكشف عنا بلوى. اللهم امين. ربنا يكرمك ويفتح عليكي ويزيدنا واياكي رضا، رزقنا الرضا يا رب وثمراته وفوائده في القلب وفي الدنيا وفي الاخره. اللهم امين. بشكرك في النهايه شكرا جزيلا استاذه جيهان عقل الدعاء الاسلاميه، شكرا جزيلا ليكي، حديثك اكثر من رائع، اعتقد ان شاء الله وصل للقلوب. ربنا يفتح بينك وبين جميع القلوب دائما يا رب. شكرا جزيلا لك، ربنا يكرمك.